اللهم صل على نبي بك ارتقى حتى صار عبدك ونجح في الوصول إليك فنال أعلى المنزلة. يا رب خلقتنا لا نعلم فعلمتنا وأرسلت لنا من يعلمنا. يا رب عرفتنا بنفسك في المحن فأخرجتنا منها وعرفتنا بنفسك في الرخاء ورزقتنا بأرزاق وملكتنا بأشياء لا حول لنا بها ولا قوة. يا رب نشكو إليك جهلا ضل فيه سعينا وعبدنا فيه هوانا وأموالنا وأولادنا وصرنا عبادا لكل شيء ولأي أحد فتعبت النفوس وهلكت القلوب واستحقت الطرد من رحمتك. يا رب اجعلنا نحيا بك ونموت من أجلك ونسمع كلامك ونحقق فينا رجاءك ونطع أوامرك ما شق علينا وما سهل ونفعل ما تحب ونترك ما تكره ونخاف من غضبك ونطلب منك الود لنكون من عبادك وأوليائك. اللهم اصطفينا كما اصطفيت أنبياءك وقدر لنا ما يصلحنا واجعلنا نتحمل الألم بنفوس راضية واجعلنا نتقبل الأقدار بقلوب صابرة فأنت من خلقتنا والأعلم بنا وتفعل ما يصلح قلوبنا ولكن قدرتنا ضعيفة وفهمنا محدود فأنزل على القلوب الفهم عنك حتى نعلم أن ما حدث لنا وكرهناه هو أفضل لنا مما أحببناه. يا رب أنزلتنا إلى الأرض لتؤدبنا وتختبر القلوب فمن كان منا مستكبر أبعدته ومن كان منا منكسر إليك رفعته. اللهم أدب النفوس حتى تعمل ما تحب وتكره ما تكره وتطيعك برضا وعلم قلوبنا الحكمة من الأقدار حتى تهدأ وتتحمل فترضى عنها. اللهم إنا مرادنا هو رضاك. يا من خلقت الشدائد لتعلمنا أنك حفيظ فاحفظنا وخلقت الحب لتعلمنا أنك ودود وتقربت إلينا بالمحبوب لنا فارزقنا بود موصول لا تقطعه الابتلاءات وخلقت الألم لتعلمنا الصبر والجلد ونعلم أنك ستوفينا الأجر عليها وأنها ما كانت أبدا شرا بل كانت علاجا لقلوبنا حتى تنزع الغل والهوى فيصفو القلب فيستحق أن يجاورك فنصير من عبادك حقا وهي أعلى المنزلة منزلة الأنبياء والصالحين والأولياء. يا رب أعنا على تحقيق العبودية حتى لا نتعجل ما أخرت وحتى نصبر إذا تأخر الفرج ونثق فيك إلى آخر رمق. اللهم اجعلنا من عبادك واصطفنا من أخيارك وزكي نفوسا لا ترضى وقلوب لا تفقه وأخرج من القلوب الكبر والعناد وارزقنا أمامك بالانكسار ولا تجعلنا نرى أعمالنا حتى لا تحبط وفقه نفوسنا أن الخير كله منك وعملنا الصالح من خلقك وكلمات الحق من كلماتك فأنت العاطي للقدرات والرازق للفهم والعلم. إذا نجحنا فأنت من أنجحتنا وإذا ارتقينا فأنت من زكيتنا وإذا أطعناك فأنت من أعنتنا وعصمتنا فأنت القدير وقدرتنا خلق من خلقك فارزقنا بالقدرة على الذل بين يديك وتفويض الأمر إليك وارزقنا بقلوب تفقه علمك لتعلم أنك صاحب الكبرياء وأن من نازعك فيه عذبته ومن قال لك لما فعلت أهلكته ومن ظن بك السوء أبعدته. فالخلق خلقك والكون كونك فافعل بنا ما تريد لا ما نريد وقدر لنا ما شئت ليس ما شئنا واكسر فينا إرادة تخالف إرادتك. يا رب ندعوك بقلوب لا تزل إلا لك ولا تخضع وتلين إلا أمامك. يا رب من تواضع لك رفعته ومن ذل نفسه أمامك أكرمته ومن تكبر طردته. فيا رب اجعلنا من عبادك المقربين الراضين الصابرين الواثقين فيك الموقنين بك.
الذين إذا نزلت عليهم الأقدار تقبلوها وعلموا أنها من رب عظيم بالعباد رحيم. يا رب حقق مرادنا فيك واجعلنا من عبادك الذين أرض. يا رب يا رب نشكو إليك دنيا واختبار صعب علينا، فسهله بحولك وقوتك ومدنا بمدد من عندك، فلا حول ولا قوة إلا بك، وراضنا بما قسمت لنا من الأرزاق، وارزق نفوسنا السكينة بوعدك حتى لا نتعجل ما أخرت ولا نكره ما قدرت، واجعل حلمنا هو جنة بجويرك، وطموحنا هو رضاك، وأملنا ورجاءنا فيك، وهدفنا وغايتنا هو أنت. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذي إذا أمرتهم ائتمروا، وإذا نهيتهم انتهوا، وإذا سمعوا كلامك وكلام نبيك قالوا أطعنا، وإذا قدرت لهم الألم تحملوا، وإذا قدرت لهم الفقر صبروا، وإذا قدرت لهم المحن تجلدوا، حتى ترى مرادك فينا ولتعلم إننا حقا عبادك، فتنزل علينا بركتك وتعد لنا جنة بيدك ونسكن بجويرك ويحل علينا رضوانك. يا رب صلي على نبيك وعبدك محمد، عاش على مرادك ومات على مرادك، ولم يلتفت أبدا يوما لحظ نفسه، ولم ينتقم يوما لنفسه، ولم يجزع من قدرك. اللهم اجعله قدوة لنا ولأولادنا وأزواجنا، وألحقنا بالصالحين من عبادك، وبلغ نبينا منا السلام.